سنة رابعة إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تدريب للدرس الأول، وإن شاء الله المرة الجاية هنعمل تدريب للدرس الثاني. وأول حاجة عندنا أكمل العبارات الآتية: تمثل محافظة نقط أقل محافظات مصر سكانًا. لو إحنا فاكرين إن في محافظة بيقل سكانها عن مليون، يا ترى مين عارف إيه المحافظة اللي بيقل عن مليون؟ إيه هي يا سيدي؟ سيناء. جنوب سيناء هي محافظة بيقل السكان عن مليون. وهنا يجي لنا السؤال اللي احنا عارفينه بما تفسر يا ترى ليه السكان قليلين؟ قال لك عشان ينفع تقعد في مكان ما فيهوش ميه؟ نعم. يبقى بسبب قلتين: المياه وصعوبه مظاهر السطح. يعني ايه صعوبه مظاهر السطح؟ يعني الارض هتلاقيها متعرجه، مش فاهم؟ الارض هتلاقيها مثلا حته طالعه وحته نازله، هينفع العربيات تمشي فيها؟ هينفع انت تسكن على الجبل؟ لا. يبقى هنا اصعب منطقه ممكن تقعد فيها واقل منطقه فيها سكان هي محافظه جنوب سيناء. كده انا قلت لك سؤالين في سؤال واحد. لو جات لك اكمل خلاص يبقى جنوب سيناء. لو جات لك ليه بما تفسر هنقول بسبب قله المياه. بسبب قله المياه. الاجابه او السؤال الثاني بقى: تظهر العشوائيات في محافظات نقط. هنا بقى نسال نفسنا سؤال، يعني ايه كلمه عشوائيات؟ العشوائيات هي مناطق بنيت دون تخطيط. واحد جالنا من الريف خد حته ارض وبدا يبني عليها. يا مستر انت شايف ان هو عملها بتخطيط من الدوله ولا من نفسه؟ من نفسه. الحاجه اللي انت عملتها من نفسك دي ومن غير ما يبقى فيها تخطيط صح، اكيد يعرف على طول ان دي بيوت متكسره او سارقين كهرباء وتفتقر لكل حاجه صح، اللي هي الخدمات ويسرقوا الكهرباء ونور والحاجات دي كلها. هنا بقى ظهور العشوائيات. العشوائيات دي بقى بالنسبه لنا بتظهر في الريف ولا في المدن؟ اسمعها منكم بقى، فين؟ في الريف ولا في المدن؟ الريف. لا، احنا لازم نركز شويه. العشوائيات هي مناطق الناس جالنا، احنا اللي بنروح للريف ولا هم بيجولنا؟ طيب لما جولنا عارفين هيقعدوا فين؟ لا. فلما بداوا طبعا يفكروا في اماكن، لقوا حته ارض فاضيه فبداوا يبنوا عليها، فبدات تظهر العشوائيات في المدن او الحاضر. ركز قوي في السؤال ده يا جماعه. تظهر العشوائيات في الحاضر ولا في الريف كده؟ في الحاضر. مستر يعني ايه الحاضر؟ اللي هي المدينه اللي احنا عايشين فيها. صعبة؟ لا. يبقى كده مين أقل محافظة فيها سكان؟ جنوب سيناء. العشوائيات المناطق الغريبة دي ظهرت في محافظات الإيه؟ الحارة. طب هنا نعمل علامة استفهام ونقول يا ترى إيه السبب اللي خلى العشوائيات تظهر؟ أكيد في ناس جت لنا من فين؟ راحت على فين؟ قول يا أستاذ مالك. بسبب الهجرة من فين؟ من الريف. مدن. يبقى ليه القاهرة صح كده؟ يبقى بسبب الهجرة من الريف إلى المدن. بسبب الهجرة من فين؟ من الريف إلى المدن. رقم ثلاثة: تسعى الدولة لتقليل عدد أفراد أو الأطفال في الأسرة الواحدة. إحنا لو رحنا الريف هنلاقي هناك حجم الأسرة صغير ولا كبير؟ حجم كبير، ممكن تلاقي 5 و6 و7 أفراد. يا ترى بقى إحنا كدولة المفروض نوعي الناس دي إن هم يزودوا عدد أطفالهم في الأسرة ولا يقللوا عدد أفرادهم؟ يقللوا عدد الافراد. طب انا عايز اقلل عدد الافراد، عملنا كده توعيه زي مبادره جميله في الريف اسمها تنظيم الاسره. اسمها ايه؟ تنظيم الاسره. مستر يعني ايه كلمه تنظيم؟ انت راجل منظم، اسرتك مش لازم تبقى مبهوقه بقى 10 و18 واحد، لان الكلام ده بيحصل فين؟ في الريف. لكن هنا احنا المفروض كدوله نوعيهم، نقول لهم دلوقتي ممكن يبقى ولد 2 كحد اقصى 3 مثلا. هو ده اسمه تنظيم الاسره، اللي انت تعرف تتكفل برعايتهم، عشان الموضوع ده بيبقى صعب جدا للي دخله قليل. وهنعرف مع بعض في الدرس ده ان الريف دخلها كتير ولا قليل؟ لا يا مستر، ده يا دوبك دخلهم اللي جاي على قد اللي رايح، ومستوى المعيشه بتاعتهم قليل. فينفع مستواك قليل ودخلك قليل وتروح تخلف 5 6؟ لا. انت شايف ان ده منطقي؟ لا. طب تعالى بقى نشوف رقم 4: عمليه حصر شامل للسكان. حصر مستر يعني ايه كلمة حصر؟ المشرفة لما جت دخلت قالت ايه؟ قالت ثواني كده انا عايز اعدكم، وبدأت تعد 1 2 3، وراحت كتبت الاجمالي 30 واحد مثلا. هي كده بقى بدأت تعدكم انتم، لكن كدولة هتعد الفصل ولا هتعد السكان كلهم؟ طيب يبقى كلمة حصر معناها عد. كلمة حصر معناها ايه؟ عد. طب انا بعد مين؟ السكان. بعد مين؟ السكان. والعد بيبقى تعداد، عارف العداد؟
مش العداد ده بيقعد يعد كده؟ انا عايز اعدكم انتوا ولا اعد مين؟ اكيد اعدكم. يبقى اسمه تعداد ايه؟ سكان. اسمه تعداد ايه؟ سكان. يعني ايه كلمه تعداد سكان؟ عد السكان ولا ايه؟ ولا مش عد السكان؟ لا، عد السكان. بدل ما نقول عد اسمه حصر. اسمه ايه؟ حصر. يبقى يا مستر يعني ايه تعداد سكان؟ حصر السكان. مره كل كام سنه بنعد السكان؟ عايز اسمعها. 10 سنوات. كل كام سنه؟ 10 سنوات. تمام. يبقى هنا يا نهى تقوم مصر بعمل تعداد سكاني كل كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنوات برافو عليك. طب يلا نكمل سؤال رقم 5. ريني سيبي القلم وخليك معايا. يرجع زيادة حجم الأسرة بالريف المصري إلى إيه؟ لو أنا قلت دلوقتي يا ترى إيه السبب اللي يخلي سكان الريف أكتر من سكان المدن؟ مستر أكيد في سبب، ودي حاجة اسمها الزيادة الطبيعية، حاجة من عند ربنا طبعًا. هي اسمها إيه يا أستاذ؟ الزواج المبكر. البنت طبعا في الريف بتتجوز في سن صغير، قبل ال 18 سنة نلاقيها طبعا اتجوزت وشايلة ابنها في ايديها. أنت شايف إن البنت لما تتجوز بدري عندها فرصة إن هي تخلف مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لما خلفت كتير حجم الأسرة بقى إيه؟ كبير. يبقى زادة حجم الأسرة بسبب الزواج الإيه؟ المبكر. الزواج الإيه؟ المبكر. وكمان زيادة الانجاب. لما اقول لك دي انجبت يعني خلفت. يبقى انا عندي انجاب كتير وزواج مبكر يخلي حجم الاسره فين اكتر؟ في الريف. طب هاجي هسال سؤال هنا لو عارفه ارفع ايدك. الفيوم والقاهره مين اكتر في حجم الاسره؟ مين اسرتها هتبقى اكتر؟ انا زرت قريبي في القاهره وزرت قريب ليا في الفيوم. يا ترى مين الاكثر يا سلام؟ الفيوم. سقفوا لها سقفه كبيره. ليه؟ لان الفيوم هي محافظه زراعيه، والمحافظه الزراعيه عدد حجم الاسره بتاعها كبير، لكن احنا في القاهره. يا دوبك لو انت سالتك كده عندك كم اخ هتقول لي 15 ولا هتقول لي 2 3؟ 2 3. حجم الاسره صغير في المدن الحضريه. ركز بقى معايا هنا. طب تعالى نشوف رقم 6. يعد نقط. كله يسيب القلم يا جماعه، كله يركز معايا. هو المسؤول عن اجراء التعداد السكاني. مستر احنا لازم نعرف مع بعض، هل وزير الداخليه اللي مسؤول ان هو يعدنا؟ لا. ولا وزير الحربيه؟ ولا ده اسمه الجهاز المركزي. اسمعوا بقى، للتعبئه والايه؟ والاحصاء. جهاز مسؤول واتكلمت عنه في الفيديو الاول، اسمه جهاز مركزي. اسمه جهاز ايه؟ مركزي. للتعبئه. كلمة تعبئة يعني ايه؟ بنعبي. مستر يعني بنعبي؟ احنا بنعد السكان. مهمة الجهاز ده الموظفين كلهم مسؤوليتهم ان هم يعملوا تعداد ايه؟ سكاني. يعني ايه تعداد سكاني؟ عد السكان. اسمه التعبئة والاحصاء. زي ما قلت لكم المشرفة بتقول لكم ايه؟ ثواني كده هعمل حصر للسكان دول. الدولة بتاعتنا عملت مركز كبير جدا، والمبنى ده يا استاذ ركز معايا هنا. المبنى ده اسمه الجهاز المركزي الايه؟ للتعبئة والإحصاء. تمام. بتلاقي فوق المبنى كده ساعة. طب ساعة حائط ولا ساعة سكانية؟ ساعة سكانية. عشان كل يسمع. ساعة سكانية. طيب أدي الساعة السكانية. حلو أوي. طب يا مستر الساعة السكانية دي يا ترى بيكتبوا فيها الساعة كام ولا عددنا كام؟ عددنا كام؟ النهاردة في 2021 النهاردة احنا 102 مليون 700,000 مثلا. الرقم ده هيفضل ثابت ولا هيتغير؟ هيتغير. طب يا ترى مين شاطر يقول لي ليه هنا المواليد هتبتدي تزيد او السكان هيبتدوا يزيدوا؟ اكيد عشان في ناس هنا هتتولد ولا ناس هتموت؟ هتتولد. 5 ناقص 5 0. كده في حد زياده؟ لا. لما اقول 15 ناقص 5 يبقى في كام واحد زياده؟ 10. هو ده اللي بيحصل. هنلاقي ان في الساعه السكانيه بتجيب لك الناس اللي زادت وتحط الرقم الزياده. يا ترى بقى سبب زياده عدد السكان بسبب زياده المواليد ولا زياده الوفيات؟ ردوا انتوا. المواليد. زياده المواليد. زياده المواليد. تعالوا نكمل اسئلتنا، والسؤال ده بقى ركزوا فيه قوي. تم تقدير عدد الافراد الصالحين للتجنيد لاول مره في عهد
كلمة التجنيد هي الخدمة العسكرية التي يؤديها الشاب لما يخلص مثلا المرحلة الدراسية. بنلاقي ان في ملك اسمه الملك ايمن حطب، اسمعوا ايمن حطب الكام؟ ايمن حطب الكام؟ ايمن حطب الثالث. هو كان في مصر القديمة، مصر الفرعونية، كان فيها ملك، والملك ده بدأ يعد سكان ويقول لهم دلوقتي انا عايز جزء منكم يؤدي الخدمة العسكرية. يبقى ده مين؟ ايمن حطب. اسمعوا تاني، ايمن حطب الكام؟ الثالث. يبقى هنا يجي لنا سؤال ممكن يريني، هيجي يقول لك تم تقدير عدد افراد صالحين للخدمه العسكريه في اول مره في عهد الدوله الاسلاميه ولا في عهد ايمن حطب الثالث؟ لسه قايل اهو. ايوه كده، برافو عليكي. ايمن حطب الثالث. الاسم ده سنه رابعه اسم تقيل علينا شويه، يلا مع بعض نقوله تاني. ايمن حطب الثالث. ايمن حطب الثالث. صعب الجزء الاول؟ لا. تعال بقى الجزء الثاني. المحافظة التي يغلب عليها الطابع الحضري. مستر احنا محافظة ايه؟ القاهرة. وفي ناس عايشة فين؟ في اسكندرية، وناس عايشة في بورسعيد، وناس عايشة في السويس. أي محافظة من اللي أنا قلتهم في الفيديو دلوقتي دول بيغلب عليهم الطابع الحضري، يعني ممكن نختار القاهرة مثلا. تمام؟ موافق؟ رقم اثنين. ده سالي خليك قاعد واقف بس. يعد تعداد 2017 نقط تعداد سكان. 2017 يعني من حوالي 5 سنين. قال من حوالي 5 سنين حصل ان احنا عملنا تعداد سكاني، وده كان اول تعداد ولا اخر تعداد؟ ده كان اخر تعداد، لان مصر على فكره اقدم دوله عدت السكان. يبقى معنى كده ان 2017 اول مره نعد السكان ولا اخر مره؟ يبقى هنا هنا السؤال ده اخر مره عدينا السكان كان سنه كام؟ 2017. تعال نكمل الرقم 10. تعتبر القاهره اعلى سكانا، يا ترى ايه اللي خلى القاهره مليانه ناس كتير اكتر من 8 مليون بسبب انها العاصمه؟ يبقى مين عاصمه مصر؟ القاهره. القاهره. يبقى تعتبر القاهره اعلى سكانا لانها العاصمه. السؤال اللي جاي ده يا جماعه عايزكم تركزوا بقى فيه قوي. أدى تنوع أنماط السكان، درس الأول اسمه أنماط السكان، اختلاف السكان، أشكال السكان، بدو وحضر وريف. لما بقى عندي الثلاث أشكال دول يحقق إيه بقى؟ افهم بقى النقطة دي. أنت دلوقتي أمار في محافظة زراعية، مش ممكن آخد منك الخضروات؟ أنت دلوقتي موافي في محافظة حضرية، مش ممكن آخد منك اللبس؟ طب الملابس دي جايه ازاي؟ من القطن. يبقى مين اللي بيديك القطن؟ المحافظه الزراعيه ولا الحضريه؟ تمام. القطن هيجي منين؟ مين بيتزرع ولا بيتصنع الاول؟ بيتزرع. يبقى ناخده من محافظه زراعيه يروح لمحافظه حضريه. انت شايف انت وهي كده بتكملوا بعض ولا كل واحد بعيد عن الثاني؟ بنكمل بعض. يبقى لما بقى فيه تنوع في انماط السكان ادى لتحقيق التكامل. ادى لتحقيق ايه؟ والتبادل. انت هتبدل معاها وانت هتكمل ده. يبقى ادى تنوع الانماط الى تحقيق التكامل، الى تحقيق رقم 12. ترتفع نسبه نقط بين سكان الريف. والله يا مستر انا رحت الريف لقيت وانا ماشي كده مدرسه واحده في القريه، ورحت عين شمس مثلا او مطريه لقيت 50 مدرسه. في فرق ولا لا؟ في. يا ترى احنا في المدينه اللي انا بكلمك منها أكتر في المدارس ولا الريف أكتر في المدارس؟ المدن. برافو عليك. المدن هم الأكتر في المدارس، لكن إحنا عند أو هم بقى في الريف أقل في المدارس. إيه يا مستر؟ أنت ليه بتقول لي كده؟ عايز أوصل لك إن إحنا عندنا الأمية أقل ولا أكتر؟ أقل. يعني إيه كلمة أقل؟ مستر يعني إيه أمية أصلا؟ الجهل، عدم معرفة القراءة والكتابة. هو أنت بتتعلم فين؟ مش في مدرسة؟ لما يبقى عندك 20 و50 و100 مدرسه هتتعلم وفرصتك اكتر ولا اقل؟ اكتر. طب بص بقى في الريف، هنلاقي في الريف بنلاقي الاميه كتيره ولا قليله؟ كتيره. يبقى ترتفع نسبه الاميه بين سكان الريف، صح ولا غلط؟
ها صح ولا غلط؟ صح. يبقى ترتفع الأمية. مستر أنا مش فاهم يعني إيه كلمة أمية. أمية يعني أديك ورقة وقلم ومش عارف تقرأ ولا تكتب. بنسمع في الأفلام وفي المسلسلات حاجة اسمها محو الأمية. عايزين نمحو الأمية يعني خلاص ننهي على عدم معرفة القراءة والكتابة، بنجيب مدرسين ونعلم الصغار والكبار. يبقى ترتفع الإيدين الأمية. رقم 13 يعاني سكان الريف. لا لا بره الريف من انخفاض. لو احنا اتكلمنا كده سكان الريف من انخفاض، انخفاض ايه؟ انا مش لسه قايل لكم من شويه ان هم عندهم الدخل كتير ولا قليل؟ سكان الريف من انخفاض نقط. انخفاض يعني يا مستر حاجه قليله. يا ترى دخلهم كتير ولا قليل؟ والله يا مستر دخلهم قليل. يا ترى مستوى المعيشه كتير ولا قليل؟ لا مستوى قليل جدا. فعشان كده هنلاقي ان يعاني سكان الريف من انخفاض الدخل ومستوى الايه؟ المعيشه. طب هنا فلوسه قليله وهنا دخله قليل، هيفكر ان هو يعمل ايه؟ يفضل في القريه بتاعته ولا يهاجر؟ يهاجر. ولما هاجر جالنا فظهرت الايه؟ العزوبيه. تعالى بقى رقم 14. انتوا جاوبوا على السؤال ده. حجم الاسره كبير في الريف ولا في المدن؟ في الريف. رقم 15 سكان الريف. انا دلوقتي سكان الريف يعملون بايه؟ بزرعوا.